إلى ذلك عمل المشرع الإيراني على الاهتمام بالحرس الثوري وتعزيزه بهدف تنفيذ أجندات نظام الولي الفقيه. ويعد الحرس الثوري الذراع العسكرية للمرشد الأعلى وأداته في تنفيذ السياسة الخارجية للنظام الإيراني. يرى المتابع للشأن الإيراني أن المؤسسات الثورية مثل الحرس الثوري والبسيج أعمدة النظام وذراعه القمعية لتنفيذ المهام التي تتطلب درجة عالية من الالتزام الأيديولوجي في داخل إيران وخارجها. وقد تورط الحرس الثوري في عدة معارك دموية خارج الحدود الإيرانية بذريعة مناصرة المستضعفين أو تحطيم عروش الطواغيت. ولا يختلف اثنان على أن الحرس الثوري هو الذراع العسكرية للمرشد الأعلى وأداته في تنفيذ السياسة الخارجية المرتبطة بالأمن القومي لإيران، وخصوصا فيلق القدس الذي يرأسه الجنرال قاسم سليماني. بعد نجاح ثورة الخميني عام 1979، كان قادة الثورة يشككون في ولاء الجيش النظامي ويخشون من حدوث الانقلابات العسكرية، لذلك قاموا بتصفية عدد كبير من القيادات العسكرية وخلق جهاز عسكري مواز للجيش ومنافس له ويدين بالولاء الكامل والطاعة المطلقة لأيديولوجيا الثورة، وهو الحرس الثوري. وقد نصت المادة 50% من الدستور الإيراني على دور الحرس الثوري الراسخ في حراسة الثورة ومكاسبها. ومن جهة أخرى، فقد نص الدستور في المادة 44% على أنه يجب أن يكون جيش الجمهورية جيشا عقائديا وشعبيا، وأن يضم أفرادا لائقين مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية ومضحين بأنفسهم من أجل تحقيقها. والحقيقة أن بقاء واستمرار الحرس الثوري يطرحان أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان دور الحرس الحقيقي هو ضمان استمرار دور متمايز للفقهاء وآيات الله في السلطة، وكذلك حول حقيقة عبور إيران بعدما يقارب 4 عقود على نجاح ثورة الخميني من مرحلة الثورة الانتقالية المؤقتة إلى مرحلة الدولة الثابتة المستقرة التي يفترض أن القائمين عليها قد أنجزوا كل الأهداف التي وضعوها قبيل وبعد اندلاع الثورة، ما يعني أن الثورة لم تعد بحاجة لا إلى حراسة ولا إلى حراس، ذلك أن الأصل في المجتمع هو الاستقرار وليس الثورة التي هي حالة سريعة وعنيفة وانتقال راديكالي من وضع يفتقر إلى الشرعية الشعبية إلى وضع آخر ينال موافقة ورضا القاعدة الشعبية. ولا يمكن أن نتصور مجتمعا يعيش في حالة دائمة من الثورة، لكن إيران الثورة والدولة وجهان لعملة واحدة. إن الواقع السياسي المأزوم في العالم العربي والانتفاضة الشعبية في الداخل الإيراني يشهدان أولا بأن إيران الثورة الخمينية التي تمتلك ثروات نفطية وغازية هائلة لم تعجز فقط عن تحقيق العدل والرفاهية والمساواة لشعبها وعن المساهمة في بناء وتمتين وحدة الأمة الإسلامية، بل هي على العكس تماما قد أصبحت بسبب أطماعها أداة أساسية لهدم هذه الأمة. ويكشف ثانيا أن مبدأ نصرة المستضعفين كان مجرد ذريعة لتدخلها العسكري والعقائدي السافر في شؤون الكثير من الدول المجاورة لها التي باتت مقتنعة بأن النظام الإيراني هو نظام توسعي ومعتد ويشكل خطرا وتهديدا لأمنها. ويؤكد ثالثا أن مبدأ تصدير الثورة إلى كل بقاع الأرض ليس أكثر من رخصة سياسية ألبسها المشرع الإيراني ثوبا دينيا وإنسانيا ودستوريا تسمح للنظام بالعمل على هز استقرار بعض الدول المناوئة له وإسقاط أنظمتها. ولذلك يمكن القول إن السياسات المتبعة من قبل النظام الإيراني باتت تؤهله في نظر كثيرين للانضمام إلى نادي المستكبرين الذين يدعي محاربتهم في المادة 54% من دستوره. We'll be right back.
وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد الدكتور أحمد شهري. مساء الخير سعادة العميد، كما نعلم سجل حافل من الممارسات القمعية في داخل إيران وتصدير الإرهابي في الخارج قامت بها قوات الحرس الثوري الإيراني منذ تأسيسه، ما تعليقك حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أختي الكريمة وإلى الشعب البحريني العزيز وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين لقناتكم الكريمة. نعم. الحقيقة تقريركم يعني وفر علي كثير مما كنت سأرسله يعني من سجل حافل لهذه العصابة، وأنا أسميها العصابة لأنها قد احتوت أو كانت تصدر ويقوم عملها على منهجية تنطلق من نظام العصابة. نعم. أو نظام المنظمة الإرهابية، والذي توزعت مهماتها من عام 1979 عند انطلاقها، وأنا أسميها ثورة، ليست ثورة على الظلم ولا ثورة على الاستبداد، ولكنها ثورة على القيم. نعم. ثورة على القيم، ثورة على حسن الجوار، وثورة على المبادئ، إلى ماذا؟ إلى عكس ذلك. فتوزعت هذه المهمات منذ عام 1979 ما بين التفجيرات مثل ما تفضلت في تقريركم الجميل، وبين الخطف، سواء كان خطف دبلوماسيين أو خطف معارضين أيضا للنظام الإيراني، أو خطف بعض رموز النظام السابق، أو اغتيالات الدبلوماسيين سواء كانوا من الإيرانيين المعارضين أو من السعوديين مثل ما حصل في تايلاند أو في باكستان، أو محاولة اغتيال السفير الجبير، أو حتى على السفارات وأصبحوا متخصصين في هذا الموضوع من بيروت، لبنان، إيران، السعودية، أفريقيا، باكستان، هذا تخصصهم. وبين اغتيال المعارضين، حتى شابور باختيار يعني رئيس الوزراء السابق الإيراني اغتيل في باريس، وبين الإعدامات الجماعية التي انفاقت أكثر من 120 ألف شخص إيراني، وأكثر من 60 ألف سجين من سجون إيران. يعني هذا السجل الحقيقة، حتى العصابات الدموية الإرهابية لا تستطيع أن تلم بكل هذه الجرائم في وقت واحد. لذا هذا هو الحرس الثوري الذي هو تعداده أكثر من 100 ألف عنصر. نعم. ومثل ذلك الباسيج، وهو ما يسمى بالحشد الشعبي. كل هذين الكيانين تخصصهم فقط هو تصدير الدمار وتصدير الإرهاب وجعل المنظمات الإرهابية، وكما حدث عندنا في السعودية، وكما حدث عندكم في البحرين، وكما حدث في أفريقيا، وكما حدث في لبنان. هذا هو التخصص الذي بدأ عام 1979 عندما زرعت هذه العصابة عمدا. نعم. سعادة العميد، عفوا، من هذا النظام إلا لهدف معين. نعم. برأيك كيف تصف اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي بوضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب؟ أنا أعتقد أن هذا الإجراء لوحده وإن كان إيجابي إلا أنه غير كافي، لأنه الرئيس الأمريكي ومع بداية رئاسته قال أن إيران تصدر الإرهاب، وإيران تدعى المنظمات الإرهابية، وإيران هي التي تجاوز الامن في المنطقه. اذا نعم. الان شخصت الحاله، ماذا بعد تشخيص المرض الا العلاج؟ ولذلك ما لم لا اقول تقلب اظافرها، ولكن اقول تبتر هذه العصابه حتى يرتاح العالم. راينا ما حدث في سوريا، راينا ما حدث في العراق، ما حدث في السعوديه، في البحرين، في اليمن، في لبنان، في افريقيا. اذا ستستمر هذه الاله المدمره ما لم يقطع راس الأذعى. هذا الراس هو النظام الملالي الذي تكون عقيدته على تفجير الثورة. نعم. كانت تكون هناك زعزعة خارج وافتعال أجرات خارج إيران، يبدأ يتهاون النظام من داخل. ورأينا كيف أن الشعب الإيراني في ثورته المباركة الأخيرة قد كسر بل دمر بل هان وأزال وجبية الولي الفقيه عندما داس بأقدامه على صور خامنئي واتهمه بالجاسوسيه واتهمه بالكذب، وايضا روحاني طلب منه الشعب الايراني المغادر لانه لا يجوز اكثر من ان يكون السكرتير ما بين نعم. الحرس الثوري. نعم. من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد الدكتور احمد الشهري، شكرا جزيلا لك.